السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بمتابعينا الأعزاء. فيديو جديد عن منتج جديد، المرة دي مش جايبين لكم لا عربية بريموت كنترول ولا طيارة بريموت كنترول ولا أي حاجة بريموت كنترول. النهاردة جايين نتكلم عن مايك بويا M1 برو. دي النسخة البرو من مايك بويا اللي للأسف نزلت منه نسخ كتير جدا مقلدة، موجودة على أمازون، موجودة على نون، موجودة على جوميا، موجودة حتى أوفلاين في المحلات. طيب النسخة اللي معانا النهاردة نسخة أصلية مش تجليد، إيه اللي يثبت الكلام ده؟ في نسختين من المايك البوية ده، في نسخ بتجيلك من الوكيل زي النسخة دي، جاية من وكيل فوتو إكسبرس، معاها كمان ضمان، شهادة ضمان داخل البوكس نفسه، وفي النسخة دي اللي بتجيلك بعلامة مائية بتقدر تتأكد من الويب سايت بتاع شركة بويا ان المنتج اصلي. فبشكل عام ده اصلي وده برضو اصلي. طيب اللي مش اصلي تعرفه ازاي؟ اول حاجة سعره بيبقى رخيص، تاني حاجة بتلاقي مفيش ضمان، يعني حتة ان انت عندك هنا ضمان، ده اللوجو بتاع الوكيل اللي بيضمن لك ان المنتج ده اصلي، عندك كمان الاستيكر ده مع لما بيعكس في الشمس كده مكتوب عليه برضو فوتو اكسبرس اللي هو الوكيل بتاع المايك. خلونا مع بعض نفتح العلبة ونشوف محتواها. المايك ده مخصص لمين؟ للناس صناع المحتوى، يوتيوبرز، تيك توكرز، الناس اللي بتقدم محتوى بشكل عام وعايزين نتيجة او عايزين صوت افضل من صوت الموبايل. انا لغاية الساعة ولغاية الفيديو اللي انا بصوره لكم ده معتمد على المايك بتاع التليفون، وما عنديش مشكلة معاه لسبب بسيط جدا، لاني دايما قريب من التليفون، انا دايما التليفون قدام وشي فصوتي واضح وقريب. لكن بفكر في الفترة الجاية ان شاء الله ان انا اقدم محتوى قدام الكاميرا، فهبعد شوية عن الكاميرا، وطبعا الموضوع ده هيطلع معايا صوت سيء جدا، فحبيت اجيب المايك البويا عشان اشتغل بيه، وفي نفس الوقت برضو عندي كذا قطعة ان شاء الله للي حابب انه يشتريها بإذن الله، بإذن الله تكون متوفرة من خلالنا بسعر اقل بكتير من السعر اللي ممكن تلاقوه على امازون او على نون او على اي مكان تاني. وكمان القطعة اللي هتستلموها مننا بتجيلك بضمان. خلونا مع بعض نشوف بقية محتوى العلبة. عندك هنا كتيب تعليمات مكتوب بالانجليزي، محدش بيقرا الكلام ده، بس يعني كتاب تعليمات. عندنا كمان دي شهادة ضمان، شهادة ضمان من فوتو اكسبرس. ده يا جماعة اللي معرفش ايه هي او ايه المؤسسة دي او الكيان ده، فوتو اكسبرس هو مكان متخصص في بيع الكاميرات واجهزة الصوت. المايك ده جايب الضمان بتاعهم. خلونا نبص كمان في ايه هنا. عندك هنا استيكرات مكتوب عليها بويا. نرجع تاني برضو للضمان. الضمان هنا يا جماعة مكتوب فيه شروط الضمان: هذا المنتج مضمون من خلال شركة فوتو اكسبرس مصر وموزعيها للضعيف الصناعة تنهية المدة الثابتة. المهم ان ده منتج اصلي، منتج اصلي وجاي لك معاه شهادة ضمان. المنتج المقلد مش هيجي لك معاه ضمان، ده رقم واحد. خلونا نبص على القطعة دي، الكيس الجلد ده خامته حلوة بصراحة، مش مسترخصين فيه خالص. نبص كده ونقول بسم الله، نفضي نفضي نفضي. عندنا هنا حاجة برضو زي ستيكر برضو، لا مش ستيكر، يعني حاجة زي كارت صغير كده مكتوب عليه بويا، بويا من ناحيتين. نفتح الكيس ده، عندنا هنا ده مفروض انه محول 5.5 ملي، ده تقريبا بتاع عامل زي بتاع اجهزه الدي جي والحياة العاليه دي. ده المدخل العادي 3.5، لو انت عايز بقى عندك ميكروفون او ما شابه تركب دي في دي عشان المايك يدعم معاك 5.5 ملي، يعني ما اظنش الناس بتوع اليوتيوب هيحتاجوا في حاجه. يعني ده الكيس ده بتاع اللي هو يولح حبيبات كده اللي هي بتمتص الرطوبة. يعني نيجي للمايك نفسه، السلك بتاعه تقريبا 5 أو 6 متر، حاجة ما شاء الله عليها كبيرة. يعني ده المايك نفسه، خلونا نفوكس عليه شوية كده. المايك نفسه الجزء ده من هنا بتقدر
تتحكم في كذا اوبشن. هنا من الزرار ده بتقدر تتحكم في انت عايز تصور من سمارت فون اللي هو الموبايل العادي، ولا عايز تصور، ولا عايز تسجل من كاميرا. يعني من هنا خليته لفوق هتقدر تسجل من كاميرا، من هنا هيسجل من سمارت فون تليفون. الزرار ده المفروض انك لو خليته على الصفر بيسجل بشكل طبيعي وعادي، لو خليته على -10 dB ده بيقلل الضوضاء اللي حواليك بشكل كبير، لكن عشان نكون واضحين يعني وصريحين، بيقلل الضوضاء او النويز اللي حواليك على حساب الصوت نفسه. خلونا برضو نفكركم بمعلومة، انك لو هتسجل وانت موصل المايك بكاميرا لازم تفك الجزء ده وتشيل الجزء البلاستيك ده اللي هو على الحجر. فيه هنا حجر، الحجر ده بيشتغل فقط في حالة انك بتسجل من كاميرا، لكن وانت بتسجل من موبايل هو ما بيستهلكش حاجة من البطارية دي. الخامات بتاعت السلك محترمة، والخامات بتاعت القطعة اللي بتتحكم منها في كل حاجة دي برضو خاماتها محترمة، خاماتها معدن كمان مش بلاستيك. نسيت اكلمكم عن القطعة دي اللي بتركب في الميكروفون نفسه عشان تعلقها في القميص او التيشيرت. وكمان القطعة دي مفروض انها بتقلل الهواء اللي حواليك، يعني لو بتسجل في مكان فيه هواء ومركب هي القطعة دي اصلا بشكل عام لما بتركبها ما بتفكهاش تاني، يعني بتركبها وخلاص. دي لو بتتكلم مثلا وفي هواء حواليك دي المفروض بتقلل من صوت الهواء اللي حواليك. عندنا كمان هنا مدخل 3.5 ملم، المدخل ده خاص بالسماعات الاذن العاديه، سماعات السلك، وظيفته حلوه جدا، بيخليك ما تعتمدش على انك تشيل المايك كتير. انت موصل المايك بالتليفون وحبيت انك تسجل وسجلت وعايز تسمع اللي سجلته، مش مضطر انك تشيل المايك، مش مضطر انك تفصل المايك من التليفون علشان تسمع اللي سجلته، لا ممكن توصل سماعه سلك هنا في المدخل ده، تحط سماعه في ودنك وتسمع اللي سجلته، وده هيوفر معاك وقت ومجهود. خلونا برضو دلوقتي نروح على تجربه على ارض الواقع ونشوف هل المايك ده هيدي لك اداء كويس مقارنه بالمايك بتاع التليفون اثناء تصوير الفيديو ولا مش هتفرق كتير. فخلونا مع بعض نروح لتجربه ونشوف على ارض الواقع هل هو اصلا مهم انك تشتريه ولا لا. دلوقتي يا جماعه انا بصور اعتمادا على المايك بتاع التليفون، بيني وبين التليفون تقريبا يمكن 4 متر، بصراحه مش عارف الصوت بتاعي واصل للمايك بتاع التليفون ولا لا، لكن انا عملت التجربه دي عشان نشوف لما نوصل المايك بويا ام 1 برو بالتليفون هيديني نتيجه افضل ولا لا، وبناء عليه تقدر تقرر هل هو مفيد ليك ولا لا. فدي تجربه التسجيل باستخدام مايك التليفون نفسه. ودي يا جماعه تجربه التسجيل بمايك بويا ام 1 برو على نفس المسافة تقريبا، بيني وبين التليفون تقريبا 4 متر، تقل وتزيد، لكن بشكل عام احنا بنستخدم دلوقتي المايك عشان نشوف تجربة الصوت بتاعته زيها زي التليفون من على نفس المسافة ولا افضل. حاليا احنا على وضع الزيرو 10 اللي هو الزيرو دي بي. خلونا نحرك الزرار على الاوبشن بتاع -10 dB ونشوف مع بعض هل حصل تغيير في الصوت ولا لا، ده هيبان في النتيجة النهائية. نرجع مع بعض تاني على الاوبشن بتاع الزيرو بس، وان شاء الله التجربة يعني في الغالب واللي انا برجحه اكيد يعني ان تجربة المايك بتاع بويا ام 1 برو بشكل عام المايك قريب من بوجي، فطبيعي هيلقط صوت افضل بكتير من المايك البعيد. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة، وصلنا مع بعض لنهايته. أنا حاليا في الوقت اللي أنا بسجل فيه نهاية الفيديو بصور وبسجل باستخدام المايك البويا ام 1 برو، وكمان على وضع -10 dB. بصراحة الموضوع ده يعني الوضع ده حلو، بيقلل فعلا الضوضاء، ويمكن انتوا كمان خدتوا بالكم من الاختلاف اللي حصل في الصوت، ان الصوت بقى صحيح اوطى شوية لكن الصدى بتاع الصوت بيقل. بشكل عام المايك متوفر من خلالنا للبيع. لو حابين تعرفوا اكتر كلمونا واتساب على 012-068-65-814. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم اعجب بالفيديو، اشترك في القناة، تفعيل زرار الجرس عشان توصلكم اشعارات بكل فيديوهاتنا
الجاية. المايك ده مناسب لمين؟ مناسب لأي حد بيتصور بكاميرا الموبايل أو بالكاميرا الدي اس ال ار أو أيا كان. لو بتصور نفسك كتير يعني فيديوهات وما شابه للتيك توك لليوتيوب أو أي منصة، المايك ده هيكون مفيد ليك جدا. لو شغلك شبه شغل كده، أغلب الوقت جايب منتجات بتتكلم عنها والتليفون قريب من بوجك والمايك بتاع التليفون قريب منك وأنت بتتكلم، انت مش محتاج المايك. محتاج المايك فقط لو بتقف بعيد عن التليفون او بعيد عن الكاميرا بشكل عام وبتصور نفسك فيديو وبس كده. ده كان فيديو النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.